بسم الله الرحمن الرحيم. حكم أخذ المرأة دواء لنزول الحيض في رمضان لأن زواجها بعد العيد. توكلي السروه تنمي سينمو رمضان ديوها وعدي أو رمضان اللي وعهني كلي فترة دقيبت اللي فترة اللي دقيبتها تنرى الدورتو منقلع بلتيتكي سوق منقلع بلسوق تمام فدوا يتكاتكي رمضان الدتا تيتي ما تجي دها عبال بحسي سهن دان دوارك تمام دعتا مدعتا هي أنا ماي تونا لا ينمي قحسها فدوا يسينمو دوا تخمم منقلع بلا تاي سيدي دوا أكيكي بحسي سه دوا أكي دغتما ته ته دیتها یعنی برسلو کو دگی تل کا تک کی دگی بت تک دینی ہن السطا ته د گحام کا وہ کتای سکمم ددھا د ته تک ماتے انا بلا دوا دغتما ته ته دیتها یعنی لیکن وہ مو اکہ ہفتما رمضان فطرہ ہب تک گدا تک کا تک کی مڑتا ہین تو ہوئی أما رمضان تفرق جدا هنا ما ياك حاجة دي كهنا نهديب حاجة دي غيري مه أبتكي دعتها هي نهي. ابن تيمية رحمه الله يمي يجوز شرب دواء لحصول الحيض ما انقلع بلتيت يا ما تجد الدواء ده قطما تيتي دعته أي إيه لكن إلا قرب رمضان رمضان دا يويه أكه دواء تخمم تفرق جدا تككي تيتي مدعتها تيتي مدعتها هي تون لا دوا دغان ماي اصلك دعتا حتى سفر كنواي سفر انها تاني مل فتره كه دعتا انها تيتي متكي افتر فتره تيتي دعتا مسبتها دوا دغان ماي واسو ملي ام ملي هدف كه دغتا ماي رمضان تفتر گدتكي كي مدعتا هي ني هي دوا يا بيني ني يفترني گدها واسو ملي هي انما نستفيد أي صرخ.